بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني نتكلم تحت العنوان عن الفورماتنج للتشيبس الكابشنز التكست بوكسز الريفرنس الداتا انتري والسجول زي ما أنت عايز. هنتكلم عن الفورمات كالعادة. أي أوبجكت أنا بنبتدي ندرجه بيكون بيحملوا لي يا جماعة عليه دروينج تولز، بتبقى في قائمة فورمات. قائمة فورمات القائمة المعهودة أنت ممكن تختار ما بين ستايل معين من ضمن الستايلز. إحنا خلينا على الريفرنس الأخير بتاعنا اللي هو الريفرنس زي ما إحنا عارفين جماعة هو بيدرجه بيحط قبل منه البرسنتج وبعد منه البرسنتج، وفي النص طبعا الاسم بتاعه اللي هو هيتغير للقيمه اللي انت كنت شايلتها له وعملت اللود ليها يعني. تمام. فبنختار ما بين فيل ما بين اوت لاين ما بين شيب، الحاجات اللي احنا اوريدي كل شويه بنبتدي نتكلم عنها يا جماعه. طبعا ما فيش حاجه جديده تضاف، الكلام ده موجود على اي اوبجكت من ضمن الاوبجكت اللي انت بتدرجها زيه زي اي اوبجكت تاني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.